أنا بالمناسبة والله إني أحيي نساؤنا في كل مكان من المسلمات وبناتنا، والله أننا نحترمهن ونضعهم على رؤوسنا ونشهد بالله أنهن على قدر من الطهر والعفاف والكرامة، الإسلام كرمها، كيف ما نحترم المرأة؟ بل نحترمها ونرفع من شأنها ولها عندنا مكانة، وأسهمت في انتصارات المسلمين. موسى من وقف معه؟ أمه واخته. والنبي صلى الله عليه وسلم وقفت معه خديجة وعائشة، والأنبياء كلهم وقف معهم نساء، فلا يمكن يهمش دور المرأة أبدا. أخواتي وبناتي، المرأة مأمورة، الله قال فلا تخضعن بالقول. ليش يا رب؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني تردين على التلفون تتميعين، تردين رد جزل، يعني فيه كلام يوحي أن المرأة لا تريد التميع، دعي الأنوثة الطبيعية. قال وقلنا قولا معروفا، أنت مأمورة بالصوت، صوت ليس عورة، لكن التميع فيه والتغنج هذا مش مصيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم منع الزوجة، يعني تجي تسولف عليك حرمتك تقول شفت فلانة جارتنا والله طويلة وقصيرة وكذا شكلها وطولها كذا، نهى النبي أن تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى تصفها، حرام، حتى كأنه ينظر إليها من شدة وصفها. ولذلك بناتنا اتقين الله، أبحذر بناتي الطيبات والخيرات وكل من تشاهدني تابعي لأجل الفائدة، رسائل عاطفية ومدح وثناء لا مرفوض، إعجاب يتعلق القلب لا، صورة لمتسابق تحطينها في حسابك لا، لا تمدحين ولا ترسلين كتابات عاطفية أبدا. إن أردت أن تستفيدي فلك ذلك، خذيها قاعدة أيتها الفاضلة، المرأة الطاهرة العفيفة في الدنيا حورية مثلها حورية الآخرة، أنت هنا تبقين في البيت ويوم القيامة في الجنة ترى الحورية وين تكون فيه؟ في بيتها. قال الله حور مقصورات إيش؟ في الخيام، يعني جالسات في الخيام. هنا المرأة قال الله لها وقرن وين؟ في بيوتكن، وقال واذكرن الله في بيوتكن، مع أن البيت في الغالب يملكه الرجال لكن نسبه للمرأة لأن المرأة تملك البيت ومكان قرارها وجلوسها البيت. احنا ما نبغى التي تجلس في بيتها غير ولاجة ولا خراجة ولا طوافة في الأسواق تطلق بصرها فيصبح البصر هو الخراج والولاج. نقول لهذه الفتاة الأذان ليش ما تذن الحرمة؟ لماذا؟ مع أنها أذان. وليش ما تصعد المنبر تخطب الجمعة؟ وليش التلبية تقولها بصوت منخفض؟ وليش ما ترمل يعني تحط الحرام تحت يدها وهي تطوف بالكعبة مثل الرجل؟ وليش ما تركض أيضا بين العلمين بين الصفا والمروة؟ هذه عبادات ولا لا؟ لكن الله منعها أو عذرها أن لا تفعل مثل هذا صيانة وحفاظا لهذه المرأة. لكن بعض العلمانيين والليبراليين اللي يتباكون على المرأة دموع صفراء تماسيح، هم اللي جعلوا صوتها يسوقون به لطلب المال. وأيضا أقول لهؤلاء الذين يتهمون البنات والبنات فعلوا، يا جماعة قذف المحصنات الغافلات جريمة، جريمة يستحق الإنسان عليها حد يجلد على ظهره لأنه قذف مسلمة. كيف تقذف مسلمة؟ لأنها تابعت شاشة، تقذفها عشواء هكذا من غير تأني ولا تروي؟ ثم من أنت ومن وكلك على قذف الناس؟